أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. ملفنا لهذا اليوم: بعد حماة، هل يموت الجسد بالسيطرة على القلب؟ وقع الأسبوع المنصرم حدثين هامين. الحدث الأول: عودة النظام للسيطرة على خط الإمداد الأخطر بسوريا على الإطلاق، الذي تركه التنظيم بدون قتال للنظام، لأن التنظيم قرر تسليم كل شيء للنظام، وهذا المقترب هو السلمية، أثرية، خناصر، أسفيرة، تل عرن، تل حاصل، أدويرنا، طوله 285 كيلومتر، بعد أن سقط جزء منه بيد تنظيم الدولة، وهو يعتبر بحق خط الإمداد الاستراتيجي نحو حلب. الحدث الثاني وهو الأهم، وهو استطاع الثوار استعادة السيطرة على مورك الاستراتيجية. سبق ذلك سيطرة الثوار على تل عثمان، والتي تعتبر خط الدفاع الأول عن الريف الغربي لحماة، حيث تراجعت قوات النظام أمام ضغط الثوار إلى صوران. تقع مورك على الأوتوستراد الدولي بين حماة ودمشق، وهي تعتبر بوابة لكل من ريف حماة الشمالي وبوابة ريف إدلب الجنوبي. السيطرة عليها تعني السيطرة على طريق حماة حلب الدولي. مورك تمنح الثوار القدرة على توجيه العمليات اللاحقة باتجاه حماة الريف الشمالي والريف الشرقي، تمهيدا لقطع خطوط الإمداد لقوات النظام الذي يضع كل ثقله لاستعادة ريف إدلب الجنوبي كمرحلة أولى، مستغلا خزانه البشري في حماة وما حولها. وقد شكلت مورك البداية لمنع فلول قوات النظام من مسك الأرض باتجاه الشمال لأي عمليات قادمة، وخاصة ريف إدلب الجنوبي، حيث أنها قريبة من خان شيخون جنوبي إدلب، وقد كانت تشكل أفضل موقع بالنسبة للنظام لمنع الثوار من التقدم إلى عمق ريف حماة الشمالي. ومن مورك كان النظام قادرا على الانطلاق نحو مطار أبو الظهور العسكري إلى الشمال الشرقي، وكذلك الانطلاق نحو سهل الغاب الاستراتيجي إلى الشمال الغربي. السؤال هنا: تقدم الثوار إلى حماة هل سيغير المعادلة العسكرية التي ترعاها روسيا؟ حين يتقدم الثوار في محافظة لا حدود دولية لها مغلقة، ألا يعني ذلك اضطرارهم للتوجه لحمص، وبالتالي نهاية الحلم العلوي بجعل حمص عاصمة الدويلة العلوية؟ سقوط حماة يعزل حلب، هل نشهد تحريرا مزدوجا حلب حماة؟ وماذا يعني ذلك استراتيجيا، وما الموانع؟ هل يكون التحرير ضمن خطوط معينة، لا اقتراب من الساحل ولا اقتراب من دمشق؟ وهنا نشير إلى الإيذان بالانتقال إلى الحل السلمي المفروض على الكتلة الصلبة، ألا وهم سنة سوريا. سنناقش هذا الموضوع بمحورين: المحور الأول، هل ستكون معركة حماة اختبار للروس الباحثين عن مخرج وليس أمامهم سوى ارتكاب المجازر ضد المدنيين، أم أن الروس أمام خيارين: إما أن يهزموا بسوريا شر هزيمة، أو يقسم الاتحاد الروسي كما قسم الاتحاد السوفيتي. المحور الثاني، انترفاكس تقول أن تنسيقا يتم بين موسكو وواشنطن تل أبيب، وفي مقابل ذلك البنتاغون صرح يوم الأحد أنه بصدد وضع خطة لمواجهة العدوان الروسي في سوريا. أين الحقيقة من كل ذلك؟ سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من العميد الركن الطيار أسعد عوض الزعبي، والعميد الركن أحمد الرحال، والعقيد الركن الطيار عبد الستار العساف، والعقيد الركن أحمد الحمادي. كل ذلك سنستمع له، ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير.
محافظة حماة بموقعها الاستراتيجي بوسط سوريا تشكل أهمية استراتيجية بخريطة العمليات العسكرية بمسرح العمليات السوري، وتتبع أهميتها الاستراتيجية باعتبارها مفتاحاً لسلسلة مناطق متعاقبة تمتد على طول الجغرافيا السورية، فهي نقطة وصل بين شمال سوريا ووسطها، إضافة إلى كونها تشكل نقطة ربط بين المناطق الجغرافية السورية المرتبطة بمدينة إدلب غرباً وحلب شمال وشرقا. وهذا يعكس حجم الأهمية الاستراتيجية الكبرى لمحافظة حماة في خريطة المعارك المقبلة بالشمال والوسط السوري بشكل عام وبمناطق الساحل السوري بشكل خاص. خسارة النظام السوري لمواقعه الاستراتيجية المتقدمة بعمق ريف حماة الشمالي والغربي سوف تشكل بمجموعها عبئا ثقيلا على صانع القرار العسكري السوري الروسي على الأرض، وهو الأهم، الثوار الآن تكيف تماماً بعموم مسرح العمليات السوري مع القصف الجوي، وقد استوعبوا الضربة الجوية الأولى للطيران الروسي، ويبدو أن منظومة صواريخ تاو الأمريكية التي تجاوز عددها 600 صاروخ على الأقل، والتي استخدمتها فصائل الثورة السورية قد فعلت فعلها بدروع النظام بشكل واسع، وخاصة بمعارك ريفا حماة الشمالي والغربي. الثوار الآن قادرون على استعادة زمام المبادرة رغم الضربات الجوية التي يتعرضون لها على مدار الساعة من كافة أعدائهم، ومن المتوقع أن تحاول فلول قوات النظام بقطع خطوط إمداد الثوار وكذلك الطيران الروسي. أما مورك فقد قضت على أي أمل للنظام في فتح الأوتوستراد الدولي حلب دمشق الدولي، فالمدينة تشكل نقطة رئيسية على الطريق الدولية، ومنها كان النظام بإمكانه الوصول إلى مدينة خان شيخون وكفر زيتا وكفر نبودا بكل سهولة ويسر، وهو ما كان يعطيه قابلية للحركة. وقد كان قبل سقوط مورك بإمكان قوات النظام التقدم إلى خان شيخون ودخول ريف إدلب الجنوبي، ومن هناك سيكون سهلا عليها الاتصال بقواتها المتقدمة من ريف حلب الجنوبي الغربي، وكانت تشكل مدينة سراقب نقطة الاتصال هناك. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من العميد الركن الطيار أسعد عوض الزعبي، والعميد الركن أحمد الرحال، والعميد الركن الطيار عبد الستار العساف، والعقيد الركن أحمد الحمادي. ولكن قبل ذلك لابد من أن ننصف هؤلاء الضباط. قد يكون أي شيء تنظر له بسوريا لونه أحمر من شدة النزيف، لكن عندما تنظر إلى هذه النخبة من الضباط الأنقياء الأوفياء المخلصين يقودون سوريا إلى الحرية، يطلج صدرك وتقر عينك بهم. ألا يكفي أنه من لدنهم أخذت الثورة السورية الشرعية الدولية؟ وبناء عليه فإننا نبدأ بالسؤال الأول إلى العميد الركن الطيار أسعد عوض الزعبي. سيادة العميد، تحرير حماة عزل لحلب وتحرير لحمص، أم هو في حقيقة الأمر رسم لخطوط التقسيم الجديدة التي تنتظر سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. أخي الكريم، الحقيقة أن النظام يعني أدرك منذ أكثر من عام ونيف بعد أن استخدم أو استنفذ كل وسائل الدفاع الممكنة، كل الأسلحة التي كانت بحوزته بما فيها المحرم دوليا، كل الدعم البشري من الميليشيات المختلفة. بعد أن استنفذ ذلك لجأ إلى قضية الدفاع بطريقة الأخطبوط، هو يضع الأخطبوط، رأس الأخطبوط في مركز القلب أو في مركز، ثم يطلق أيدي الأخطبوط في الاتجاهات المختلفة، يدافع في مجموعة من اتجاهات ويهاجم بأحداهن. عندما نعتذر لهذا الخلل الفني وسنعاد الاتصال بسيادة العميد أسعد. ننتقل إلى العميد الركن أحمد الرحال. سيادة العميد، نفس السؤال، تحرير حماة عزل لحلب وتحرير لحمص، أم رسم لخطوط التقسيم الجديد، مع العلم أن بندقية الثوار هي من العيار الخفيف، لكن لا أحد قادر على وجه هذه الأرض إسكاتها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الكرام، تحياتي للسادة المستمعين. يعني دائما جبهة حماة التي توسط سوريا عقدت اتصال ما بين محافظات سوريا تأخذ سلاح ذو حدين. القتال في تلك المنطقة مكره أخاك لا بطل، قد تكون تقاتل على حدود الدولة العلوية وقد تكون تقاتل على حدود منع إقامة الدولة العلوية. الروس بالعمليات التي قاموا بها
وجدنا أنهم دائما يركزون على تلك النقاط، على تلك الجبهات، بدءا من ريف حماة انتقالا إلى سهل الغاب، انتقالا إلى جبهة الساحل والعودة إلى ريف حمص الشمالي. كانوا يقاتلون على حدود الدولة العلوية كمهمة أولى للقوات الروسية، وهو تأمين حدود سوريا المفيدة. بوتين يدرك مهما أعطاه من وعود قاسم سليماني ومهما أعطاه من وعود بشار الأسد من أنهم غير قادرين على إعادة السيطرة على كامل سوريا، وبالتالي كان على فصائل المعارضة أن تخوض تلك الحرب، وهي تدرك من أنها قد تكون تخوض يعني حدود الدولة العلوية أو حدود التقسيم، لكن لن تقبل الثورة السورية ولن يقبل الشعب السوري بأن تكون تلك الحرب أو تلك المعارك هي معارك رسم حدود لو كان يأمل بها أو يتأمل بها نظام الأسد وبوتين. لكن الآن إطلاق معركة تحرير حماة أعتقد أنها وضعت الحدود الطبيعية أو وضعت الأهداف الرئيسية على موضع التنفيذ، من أنه ليست مهمتنا الإبقاء على تلك الحدود، لن نقبل بأن نكون معاركنا وفق ما يريد الأسد ونظام بوتين، إنما نحن نقاتل لندافع أو لنحرر كامل المناطق، وبالتالي تبقى معركة الثوار هي معركة تحرير لكامل سوريا، وتبقى معركة بوتين ونظام الأسد هي معركة فرض الدولة العلوية. نعم، ابقى معي سيادة العميد أحمد. نعود للعميد ركن الطيار أسعد. سيادة العميد، أكمل الفكرة التي بدأت فيها إذا تكرمت. ما تحدث عن ربط الأمور ما بين الفكرة العسكرية والسياسية، لكن أنا أؤكد لك تماما أن أخطبوط النظام، يعني هناك أخطبوطين للنظام، رأس الأول موجود في دمشق وأذرعه متمددة باتجاه درعا والقنيطرة وباتجاه الغوطة الشرقية باتجاه القلمون باتجاه وادي بردة. الأخطبوط الثاني مركزه في المنطقة الساحلية، يتمدد باتجاه حماة باتجاه الغاب إلى حد ما باتجاه الريف الشمالي باتجاه حمص. ولكن ما جرى حقيقة في معركة حماة، والتي حقيقة نقدر هؤلاء الأبطال الذين نفذوها وقاموا بها، ونقدر جهودهم ونقدر يعني نتائجهم التي حققوها في ظرف استثنائي عسكري، في ظرف نحن جميعا نعتبر كيف أن الروس بدخولهم الجوي الكبير يعني حاولوا تغيير المعادلة بشكل كبير. ولكن ما جرى أن هذا الأخطبوط الذي كان يمد يده باتجاه مورك ظنا منه أنه يستطيع ربما السيطرة على المثلث القائم من مورك غربا باتجاه كفر زيتا باتجاه قلعة شيزار باتجاه الغاب، أو من كفر زيتا أو من مورك باتجاه الشمال خان شيخون معرة النعمان سراقب، أو حتى أيضا من مورك شمال شرق باتجاه مطار أبو الدور. هو كان يعتمد تماما أن هذه اليد الطويلة يستطيع أن يحرك يمينا يسارا كوضعية دفاعية لا يحتاج إلى الهجوم، لأن هذا الدفاع يؤهله تماما في امتصاص واستيعاب ما يمكن أن ينفذه الثوار من هجوم، خاصة أنه يتكئ على جبل زين العابدين في عملية قصف الصواريخ إلى مسافات بعيدة والمراقبة. فلذلك أن هجوم الثوار جاء مفاجئا، وجاء أيضا بمحض الصدفة أن الثوار عندما استطاعوا تحرير مورك، هذا يعني أننا نستطيع أن نحرر قلاع أقل من مورك أهمية وأقل من مورك تحصينا، وأنا معهم في هذا الاتجاه. لكن لم نلتفت تماما أن النظام الذي سحب يد الأخطبوط من هذه المنطقة من أجل أن يضع قرب الرأس أو قرب القلب وهو باتجاه المنطقة الساحلية، لكنه كان يفكر تماما بالاعتماد الكلي على داعش التي سوف تفتح له طريق أثرية، سوف تفتح له الطريق من السفيرة إما باتجاه الشمال الشرقي باتجاه مطار رسم العبود كويرس ودير حافر، أو حتى أيضا باتجاه الشمال الغربي وصولا إلى منطقة شمال الشيخ نجار، وبالتالي العودة إلى القرى الأخرى امدادا إلى سيفات وحندرات ووصولا إلى منطقة نمر الوزارة. هنا أيضا تكمن المفاجأة الحقيقة، المفاجأة التي استطاع الثوار الاستفادة منها، وأنا أقول لك إنها مفاجأة هي أكثر من المستوى الاستراتيجي، ولكن أيضا بالمقابل هي كانت مغامرة، لكنها مغامرة استطاع الثوار تحقيق أجزاء من أهدافهم. لكن هناك الخطر الأكبر الذي كنت أتمنى حقيقة من جيش الفتح، وأنا هنا يعني أعذر جيش الفتح أن ضغوط خارجية يعني ربما يعني تؤثر عليه من خلال دول معينة، ولكن الحقيقة أن الهجوم أنا أعتبره استراتيجي
إلى منطقة جيوستراتيجية موجودة في منطقة اللاذقية، سواء بعملية دفاعية أو بهجوم منظم أو حتى بعمليات كر وفر أو باستنزاف واستهلاك لقوى النظام في هذه المنطقة، أعتقد أنه كان أكثر حدة وأكثر نتائجا سوف يحصل عليه جيش الفتح أو جيش النصر أو جيش التوحيد أو أي مجموعات تجتمع مع بعضها في تشكيل ربما غرفة عمليات مركزية أو قيادة مركزية. لكن أيضا لابد من أن نوصف جيش الفتح وجيش النصر في أنهم حقيقة حققوا تقدم، لكن مع الأسف النتائج المرجوة من هذا التقدم للمستقبل البعيد، وخاصة فيما تحدث به أخي النعميد أبو مصطفى على أنه يمكن أن يعني نستقرأ أو نستفيد سياسيا، أعتقد أن الاستفادة السياسية من هذا الهجوم لن تكن تلك يعني الفائدة كما لو كانت كما ذكرت لك بالدخول إلى جبال العلويين وتنفيذ إما هجوم منظم أو عمليات فدائية أو عمليات كر وفر أو عمليات فوضى، خلق فوضى وبلبلة في صفوف النظام، خاصة أننا قريبين من قاعدة حميمين. أعتقد كانت النتائج أكثر وكان الضغط في الورقة السياسية أو في الحل السياسي كان أكثر. ابقى مع سيادة العميد أسعد، نعود للعقيد الركن الطيار عبد الستار العساف. سيادة العقيد، أنت ابن المنطقة وابن المطار، ما هي العقبات التي ستواجه الثوار إذا ما فكروا بأن ينتقلوا مباشرة إلى القفز على النتائج وهو تطويق حماة؟ يعني هل هذا منطقي الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام لك ولضيوفك الكرام وللسادة المستمعين. بداية دكتور، الإعلان الذي سبق عن غزوة حماة هو أكيد 100% مخطط له ومدروس من قبل جيش الفتح وجيش النصر والكتائب والفصائل التي مساندة لهم. لكن حما كمدينة نعلم بأنها هي المدينة الوحيدة أولا التي ليس لها حدود مع أي من دول الجوار. ثانيا، مدينة حما استمات النظام لتثبيت قدمه بها لما لها من أهمية كبرى لإمداده ودعمه إما من قبل الشبيحة الموالين له، القرى الغربية في حما القريبة من سهل الغاب، وأيضا مطار حما العسكري الذي قدم الكثير للنظام من دعم كطيران أو حتى شبيحة أو عناصر أو عدة أمور. سيادة العقيد، كم طائرة في المطار الآن؟ عمليا بعطيك لمحة بسيطة لو سمحت لي عن مطار حما العسكري. تفضل. مطار حما العسكري بيقع بالجهة الجنوب الجهة الغربية لمدينة حما، بيصل أرض المطار مع قرية رقيطة ذات الأغلبية العلوية جنوبا، ومن الشمال في معرض دفتين. أقرب قرية له من الغرب هي تيزين، طبعا تيزين سنية، تقع بوابة المطار من الجهة الشمالية بالنسبة للمطار، لكن للوصول لها البوابة يجب المرور بمنطقة عسكرية، وأنا طبعا لم أشاهدها فقط ومررت منها عدة مرات. منطقة عسكرية تضم قرع المخابرات الجوية، وهو بالقرب من جامع بلال الحبشي، طبعا من الجهة الجنوبية الغربية للجامع عند دوار بلال، حيث الضغط ويوجد حواجز وسواتر اسمنتية وترابية كثيرة للوصول إلى بوابة المطار. المطار لو كرمت علي سمحتي بعض الوقت يحوي 6 منصات اطلاق للصواريخ العنقودية المحرمة دوليا و10 تراجمات صواريخ. طبعا هذا الكلام أنا الذي أعده، هذا ما شاهدته ومعرفه، قابل للزيادة والنقصان حسب الوضع المتغير الأخير، لكن هذا ما كان فيه وشاهدته. 6 منصات اطلاق صواريخ عنقودية ومحرمة دوليا، 10 تراجمات صواريخ، عدد من مدافع 130، وغرفة عمليات ريف حماة طبعا الشمالي والغربي والشرقي والجنوبي موجودة في المطار. كذلك يوجد عدد كبير من الضباط وصف الضباط الروس كما يسمونهم الخبراء لتوجيه الطائرات أو للاستشارات الأخرى. يوجد بالمطار هو عمليا ميج 21 والميج 23 وحوامات العادية ونوع من الحوامات البحرية. والأهم من ذلك، يوجد في مطار حما مصنع للبراميل
المتفجرة التي شاهدنا وشاهد العالم بأجمعه ما حصل وما ينتج عن هذه البراميل ذات القدرة التدميرية الكبيرة والعمياء. هذه البراميل تعتبر من الذخيرة العمياء. أما بالنسبة لو عدنا لمعركة حما، معركة حما الأخوة المقاتلون الثوار جيش الفتح أو جيش نصر يعلمون، ولنعلم السادة المستمعين أنه لدخول إلى محافظة أو مدينة حما حصرا، حما تحاط بأربع نقاط قوية جدا ومزخرة ومحصنة إما هندسيا وإما كالمطار أو اللواء 47 وإما في تنويع الأسلحة. لو بدأنا من الشمال من جهة العمل العسكري الآن الذي يجري ويقوم به الثوار، بداية بعد ثوران هناك عدة حواجز إن شاء الله قريبا سوف نسمع بتحريرها للوصول إلى المدخل الشمالي لحما، والذي يكون في أوله جبل زين العابدين الذي يبعد عن مركز مدينة حما حوالي 7 كيلومتر وارتفاعه حوالي 620 متر أي ما يعادل 2000 قدم. هذا الجبل الذي يحوي عليه عدة منصات إطلاق صواريخ وعدد من الدبابات والهاونات وبعض أنواع المدفعية، وأيضا العدد لا بأس به من الجنود وبعض الشبيحة. هذا الجبل يغطي المنطقة من موقعه للمنطقة الشرقية باتجاه حلفاية وخطاب وقمحاني والطيبة واتجاه الغرب طبعا بالنسبة له، وباتجاه الشرق سيادة العقيد سنكمل نفس هذه التحضيرات، سنكملها فقط حتى ننهي بعض الأسئلة الاستراتيجية، وستكمل من محل ما انتهيت إذا تكرمت فقط دقائق. نرحب بالعقيد الركن أحمد الحمادي. سيادة العقيد، تقدم الثوار إلى حما هل سيغير فعلا المعادلة العسكرية التي ترعاها روسيا؟ السلام عليكم، تحياتي لك والأخوة المشاركين. صوت سيادة العقيد شوي يعني أعلى منك، تفضل. السلام عليكم، تحياتي لك وللسادة المشاركين. تفضل. طبعا نحن نعتبر أن كل المناطق التي يسيطر عليها النظام هي مناطق محتلة، وإن تحريرها واجبا أساسيا للتخلص من هذا النظام المجرم ومن الاحتلالين الروسي والإيراني. فطبعا تحرير مدينة حماس سيغير اللعبة وسيضع النظام الروسي والاحتلال النظام والاحتلال الروسي في موقع العاجز عن فعل أي شيء، خاصة بأن هذا الاحتلال جاء ضمن استراتيجية أن يقدم الدعم الجوي لقوات النظام البرية وبالاشتراك مع القوات الإيرانية وحزب الله، وليتم استعادة كل هذه الأراضي التي حررها الثوار وليقوموا بالاحتفالات في النصر على في هذا البلد. لكن فألهم خاب، وكل وجيش الثوار جيوش الثوار إن كان في حلب وإن كان في شمال حما وإن كان في حما وتحرير مورك صفعهم صفعة قوية ورد أفكارهم عليهم. واليوم معركة تحرير حما هي معركة فاصلة فعلا، ولكن كنا نتمنى كما قال السادة الضباط بأن هذا الاتجاه يكون باتجاه الساحل أو باتجاه تحرير باقي المناطق الخلفية في حلب وفي تلك المناطق التي اليوم عليها هجوم عنيف جدا. إلا أن تحرير حما وإن حصل إن شاء الله وسيحصل طبعا سيغير هذه الاستراتيجية الروسية، كون مدينة حما ومحافظة حما بموقعها المتوسط ما بين الساحل غربا وما بين بعض القرى الموالية من الطرف الشرقي في حما سيفصل كل هذه القوات عن بعضها وسيوقف مطار حما الذي يقوم بالضربات الجوية منذ بداية الثورة من إدلب وحلب وكل هذه المناطق، سيغير طبعا كثيرا
كثيرا وسيدمر بعض المناطق العسكرية التي تتميز فيها مدينة حماة، كما قال سيادة العقيد جبل زين العابدين واللواء 47 ومعمل البورسلان ومطار حماة وباقي ومعمل البحوث العلمية ومعامل البراميل المتفجرة التي يوجد في منطقة حماة وفي غرب منطقة حماة كذلك في منطقة مصياف. فتحرير حماة سيكون لها أثر كبير وسيقلب المعادلة على الروس، والذين يعتبرون أن مدينة حماة ضمن سوريا المفيدة كما هي حمص وكما هي المدن التي يستفيدون بها من العناصر التي يستخدمونها في قتال إخوانهم في حلب وإدلب وباقي المناطق. نعم، ابقى معي سيادة العقيد، ننتقل نعود إلى العميد الركن الطيار أسعد عوض. سيادة العميد، حين يتقدم الثوار في محافظة لا حدود دولية لها، مغلقة يعني، ولا ننسى أن محافظة أن مدينة حماة 97% من سكانها سنة، من الكتلة الصلبة من سوريا سنة، ألا يعني ذلك اضطرارهم للتوجه لحمص وبالتالي نهاية الحلم العلوي بجعل حمص عاصمة الدويلة العلوية التي يراهنون عليه؟ إلى حديث زملائي الضباط، فقط أود أن أوجه ثلاث أو أربع، استفدت من مما قدموه من معلومات، فأنا أود هنا أن أوجه ثلاث أو أربع ملاحظات كانت ضرورية جدا في المنطقة الشمالية، ربما استفدنا من دروس الجنوب. هذه الملاحظات، أولا نحن يعني المهاجم معروف تماما، من المفترض أن يمتلك أسلحة الهجوم التي تستطيع أن تدعمه وتؤمنه وترافقه في هجومه، يعني لو أخذنا مراحل التأمين والدعم والمرافقة، لكن هنا حقيقة أنا عندما أريد أن أهاجم ثلاث أضعاف المدافع. إذن أنا هنا بحاجة إلى تحقيق شروط معينة. مع الأسف الشديد الثوار لا يملكون ذلك التفوق البشري، لا يملكون ذلك التفوق في العتاد، لا يملكون تلك الأسلحة النوعية كالطيران والصواريخ التكتيكية، وبالتالي إذن أنا بحاجة إلى من يساعدني عوضا عن هذه الأمور الثلاث. عندما أكون مدافع تساعدني طبيعة الأرض، التحصينات، الاختباء، ربما أحيانا اعتمادي على بعض الوسائل النارية كالطلاقات الآلية، أحيانا يعني تدفعني حتى إلى أن أستغني تماما عن بعض العناصر. إذا أنا في ظل الظروف التأمينية التي أعيشها كثائر، أنا بحاجة إلى الدفاع أكثر من الهجوم. طيب هل أنا أبقى مدافعا دوما؟ لا، أنا بحاجة إلى الهجوم. ولذلك عندما تحدث أنني أهاجم في جبال العلويين، فالهجوم في الجبال يعطيني الميزة التالية، يعطيني أننا حتى أثناء الهجوم أنا متحصن، حتى أثناء الهجوم أنا مختفي، حتى أثناء الهجوم أنا بعيد كل البعد عن إمكانية التأثر بضربات العدو. ولذلك أنا أقول تماما، أنا يعني على سبيل المثال الثوار الآن يهاجمون في سل الغاب، يهاجمون في منطقة ساهلية الممتدة من كبر زيتا أو جسر الشغور أو حتى خان شيخون باتجاه الجنوب وصولا إلى جبل زين العابدين، كلها مناطق سهلية تماما، وبالتالي لا تختبئ عن الطيران، لا تختبئ عن سلاح المدفعية، لا تختبئ عن السلاح الصواريخ الذي يملكه النظام، أو لا أقول النظام، أنا آسف، أقول ميليشيات بشار الإرهابية. ولذلك في هذه الحالة أنا بحاجة إلى الدفاع في هذه المناطق، وأنا جربت ثوار الدفاع، وكان يعني رغم أن النظام يخطط ويفاجئ بالهجوم والدعم الجوي الروسي، ورغم ذلك خسر تماما. إذن أنا هل أستطيع أن أهاجم في هذه المناطق؟ أستطيع، ولكن ربما تكون خساراتي أكبر، أو ربما يكون هجومي بغير مناطق يعطيني مردود من القدرات القتالية أفضل بكثير من هذه المناطق كما ذكرت لك. ثانيا، عندما تحدثت أنت في ملاحظة مهمة جدا، أن حماة فيها أكثر من 70% من السنة وفيها 30% من العلويين، هذا يعني أن كل قريفة تسقط في حماة 70% ستسقط على السنة و30% تسقط على العلويين، وأنا هذا لا يفيدني، بل على العكس يضرني. إذن أنا عندما أتحدث عن هجوم في المناطق العلوية، هنا يعني أنني كل قذيفة هاون حتى لو لم أكن مسددا فيها، لو لم أكن مصوبا، هي بالتأكيد سوف تهبط أو تسقط على علويين، على منازل العلويين، وبالتالي يصير هناك تأثير. إذن أنا بحاجة إلى بث الفوضى والبلبلة والتدمير ضمن قراهم. ولذلك أنا عندما أتحدث عن عين الأخطبوط، رأس الأخطبوط، يجب أن أضربه، عندما تضرب رأس الأخطبوط كأنك تلقي تماما المياه على قلب القنفذ حتى يستطيع أن يفتح يديه ورجليه، هذه الخطة العسكرية. ولذلك عندما أتحدث عن أنه يجب أن يكون هناك تأثير في هذا المركز،
كل قذيفة لا تطلع خارج سوف تكون لها تأثير، وأيضا دخولي إلى الجبال لا يستطيع طيران أو صاريخ أن يؤثروا علي، وهذا ما أسعى إليه. نعم، ابقى معي سيادة العميد. انتقل إلى العميد الركن أحمد الرحال. أم مصطفى، أمريكا تنسق مع الروس أم تجهز لتفكيك الاتحاد الروسي من خلال المستنقع السوري؟ ولا تنسى أنهم استطاعوا أن يفككوا الاتحاد السوفيتي سابقا في أفغانستان. أم مصطفى، لا نستطيع أن نقول الولايات المتحدة الأمريكية تنسق مع الروس، قد تكون استفادت من الجود الروسي. نعم. لكن أن تنسق هذا أمر بعيد المنال، لأن الإدارة الأمريكية أعتقد أنها تلقت صفعة كبيرة، وجدنا من أن هناك هجوم شديد إن كان عبر التحقيق الذي أجراه جراهام في الكونغرس الأمريكي لوزير الدفاع ولرئيس الأركان، أو عبر الصحافة التي تناولت الإدارة الأمريكية بالتردد والضعف وعدم القدرة على اتخاذ القرار. لكن بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية لا تبحث عن مصلحة الشعب السوري، هي تبحث عن مصالحها. قد تجد بالتدخل الروسي نوعا ما من الاستفادة، يعني كثير من التقارير التي قالت من أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت انغماس روسيا في المستنقع السوري لأسباب عدة، منها أولا أن تقول للعالم من أن لست أنا العاجز عن إيجاد حل في سوريا، تلك هي روسيا فلتجرب. نقطة أخرى من أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول من أن الأسلحة الروسية غائبة عن عيون الأمريكان منذ نهاية حرب الأفغانستان، وبالتالي هي فرصة لاختبار تلك الأسلحة. ووجدنا أن الأربعة صواريخ التي أطلقت من بحر قزوين تم إسقاطها أو تحوير مسارها عبر التشويش الأمريكي وأسقاطها في إيران. صحيح. أيضا سلاح الجو الروسي كان غائبا عن عيون الأمريكان وتم الاستطلاع، وتعرض الطائرات الاف 16 والاف 15 في سماء سوريا لتشويش وإعماء كامل من قبل الطيران الروسي، استدعى بالولايات المتحدة الأمريكية من أن تقوم بتغيير الأسراب المتواجدة في قاعدة إنجرليت واستبدالها بطائرات جديدة تم سحبها من قواعدها في لندن. إذن الولايات المتحدة الأمريكية مستفيدة من الوجود الروسي، لكن لا نستطيع أن نقول أنها تنسق، بدليل أن هناك الآن تحشدات غربية لمواجهة هذا التغيير في موازين القوى في الشرق الأوسط. دخول حاملة الطائرات شارل دي جول منذ 3 أيام من مطيق جبل طارق، هناك أسراب طائرات، سحب حاملة الطائرات من مقابل البحرين في الخليج العربي، أيضا هذا دليل من أن هناك نقص في القدرات الأمريكية في المنطقة. لكن بالمنتهى يعني بالوجه السياسي نقول أنه لا خلاف أمريكي روسي حول الوضع في سوريا، لأن المصالح الدولية تقول من أنه يجب إيجاد نظام بديل. هذا النظام البديل يجب أن يكون على قدرة كاملة على تحقيق ما كان يحققه نظام الأسد، وهنا تلتقي المصلحة الروسية الأمريكية. نعم، ابقى معي سيادة العميد. ننتقل إلى العقيد الطيار عبد الستار العساف. أكمل سيادة العقيد الفكرة، لكونك ابن المنطقة وكونك طيار في هذه القاعدة، أكمل العقبات. نعم، شكرا لك. بداية أريد أن بس أن أقول تفضل. أن في مدينة حما لا يوجد سوى السنة بنسبة 97 تقريبا بالمية. صحيح. و3% هم المسيحيون، لا يوجد من باقي الفئات عائلة أو اثنتان. يعني عمليا حما أو مدينة حما هي مدينة سنية 100%. نعم. مضاف عليها 3% نسبة بسيطة هي من المسيحيين الذين يسكنون في مكان محدد معروف، حي المدينة قرب قلعة حما. نعود إلى ما كنا قلنا عن معركة حما. تكلمنا سابقا أن النظام بده يأمن مناطقه العلوية أو شرق الساحل، هو باتجاه حما أي غرب حما، من لقيام دولته المنشودة. ولهذا السبب استمات أنه السيطرة على سهل الغرب سابقا وما زال، وقام بدعم قوات وشبيحة في حما وحولها. من الجنوب هناك عقبة اللواء 47، معروف لواء دبابات تابع للفرقة 11، والفرق والكتيبة الهندسة اللي تقع على أطراف مدينة الرستن، يعني في وسط الطريق بين حما وحمص. وأيضا من جهة الغرب مطار حما كما ذكرنا سابقا، ومن الجهة
الشرقية هناك عدة مواقع في لواء قرب معرش حور وبعض المراكز عند زهرة المدائن غرب حماة على طريق سلامية وعند بعض الأماكن التابعة عند معمل إطارات أو غيره التابعة للدولة أو للحكومة السورية، أي مواقع حكومية محصنة. لكن ما أريد أن أشير إليه بالإضافة، من مهم مع غزوة حماة استهداف، أنا بقناعتي كأمن المنطقة أو كعسكري، استهداف بدء معركة حماة استهداف مناطق ساحلية اللي هي خزان الذي تدفع منه إلى جبهة حماة أو لمنع الدفع أي قوات مساندة إلى جبهة حماة من جهة الغرب، يجب مشاغلته واستهدافه. وهناك عدة مواقع أخرى يجب لجيش فتح تدميرها، يعمل وبشكل كبير على تجميد أو تحييد مطار حماة، وقلت سابقا تدميره يحتاج إلى قذائف خاصة وأمكانات خاصة وأحيانا طيران لتدمير المطار، وهذا يأخذ وقت طويل لو كان لدينا الوقت لشرحنا كيف، لكن يجب تحييده أو تجميد إمكانيته أو فعل المطار، وذلك لاستكمال تحرير مدينة حماة. وبالإضافة إلى ذلك هناك عدد كبير من قوات الأمنية والشبيحة، ألفاء آلاف من الشبيحة والمناصرين سني أو علويين في داخل مدينة حماة، وعشرات عشرات الحواجز وهي محصنة في أبنية بين المدنيين، وعدد كبير لا ننسى العدد الكبير، مدينة حماة عدد سكانها ما يقارب 800 ألف، لكن هناك يوجد بها بين 1200 لل 1500 من نصف مليون للمليون لاجئ من باقي المحافظات السورية، وهؤلاء لا نضمن ميولهم لصالح النظام أم لصالح، لأن معظمهم شبحهم النظام، والشرفاء منهم مغلوبين على أمرهم، إما يحازون إلى النظام أو سيكونون على الحياد. لكن أريد أن أضيف معلومة بسيطة لو سمحت لي بعجالة. أنا برأيي العسكري والشخصي أن تحرير حماة إن تم إن شاء الله من النظام السوري والميليشيات الموالية له ستكون بداية كسر فقرات للعمود الفقري للنظام السوري، كسر أكثر من فقرة في العمود الفقري للنظام السوري، أي بداية الشلل العسكري للنظام لما تقدمه حماة من دعم في جغرافيتها وفي الموقع المساندة للنظام، المواقع العسكرية والمدنية، ولما تكون ما يطمحون إليه القرى العلوية والساحل السوري لإقامة دولتهم العلوية المنشودة، يكون قد كسر هذا الحلم أو بتر هذا الحلم تماما بتحرير مدينة حماة طبعا، وإن شاء الله معرفها. وأيضا بما تفضل فيه سيادة العميد لو سمحت لي، ستكون عزلت حماة بتحريرها المناطق الشرقية لسوريا والقرى الموالية من جهة الشرق والقرى الموالية من جهة الغرب، ومن الشمال إن شاء الله قريبا سوف يتم تحرير ما تبقى من شمال حماة ليكون عزلا من جهة حماة شمالا إلى إدلب، جنوبا إلى اتجاه المناطق الحلبية المحررة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أبقى معي سيادة العقيد، ننتقل إلى العقيد الركن أحمد الحمادي. سيادة العقيد، سقوط حماة يعزل حلب، هل نشهد تحرير مزدوج حلب حماة؟ وماذا يعني ذلك استراتيجيا؟ وبصراحة إذا كان هنالك موانع، ما هي الموانع؟ طبعا تحرير حماة سيخفف كثيرا من إمكانية النظام، كما قال سيادة العقيد بأنه سيكسر العمود الفقري لهذا النظام، كون مدينة حماة مع الريف حماة أكثر من 2 مليون نسمة، وهذا 2 مليون نسمة يقدم أعداد كبيرة للنظام للجيش لتجنيدهم كمقاتلين جدد، ولا يستطيع أي مقاتل إن كان احتياطي أو إلزامي في مناطق سيطرة النظام أن يتخلف عن الخدمة الإلزامية، فيتم سوقه عن طريق الشرطة العسكرية بشكل مغفورا. فتحرير مدينة حماة سيحرم النظام من هذه الكتلة البشرية، كذلك سيقوض الإمكانية العسكرية بتحرير هذه المنطقة التي قلنا تتمتع بموقع جغرافي وهام وبقطعات عسكرية هامة جدا، أكثر من 3 إلى 4 لواء حول مدينة حماة، بالإضافة إلى قوات دفاع جوي و
قوات أخيرة. فمدينة حلب، تحرير مدينة حلب كذلك سيجعل الريف أو الشمال السوري بعمومه منطقة خالية من عصابات الأسد ومن القوات الإيرانية المحتلة. واليوم نشهد إن شاء الله تطور جديد على الساحة الحلبية، وهو وجود اتفاق بأن سيكون هناك قوات جديدة سترفد القوات الثورية في منطقة الجنوب، وبدأ العد العكسي إن شاء الله للقوات الإيرانية وقوات حزب الله في الهجوم على المنطقة الجنوبية من حلب. فتحرير هاتين المدينتين وضمن مدينة إدلب سيكون هناك قاعدة كبيرة جدا للتحرك باتجاه الساحل والتحرك باتجاه حمص وباتجاه دمشق إن شاء الله. أبقى مع سيادة العقيد، ننتقل إلى العميد ركن الطيار أسعد عوض. سيادة العميد، يعني بصراحة أنت أكثر يعني الضباط مطلع على الوضع الخارجي ودائم الحركة لصالح هذه الثورة، هل يكون التحرير ضمن خطوط معينة لا اقتراب من الساحل لا اقتراب من دمشق إذانا بالانتقال للحل السلمي؟ يعني عليكم خطوط حمراء تظلوا ضمن هذول المنطقتين؟ أخي الكريم، ولذلك أنا ربما جهت ملاحظتين قبل قليل حول الدفاع وحيث الأماكن التي يجب أن نهاجمها. أنا شفت درسا من الجنوب، من الجدوم ما وقع فيه ثوار حوران من الجنوب، ظنوا أن يعني ربما مصاريع الدعم تبقى مفتوحة كما هي، لم يعلموا أن الدعم هناك. يعني لا شك أن هناك دول وهناك مصالح دولية وهناك آراء دولية وهناك ربما قوات دولية يعني يتعرض لها الداعمين، سواء كان من الأخوة العرب من الأردن أو من تركيا. إذن هناك ضغوط على الأردن، ضغوط على تركيا، يعني هذا لم يعد خافيا على أحد. ولذلك عندما تحدث من الجنوب كنت أنا ضد عملية تحرير القطاعات العسكرية. يعني هناك قطعة عسكرية ليكن اللواء 82 حصلت خسائر كبيرة، كنت أنا مستعي يعني أستطيع أن استغناء عن 82 مقابل أن أحرر مثلا قرية قرفة أو النمر، وبالتالي أنا أستطيع أن أحاصر إزرع، لا أريد أن أهاجم إزرع. إزرع في الفرقة الخامسة، الفوج 175 واللواء 43 واللواء 112 بنوى 12 كان بإزرع 12 فقط. فإذا هناك مجموعة من الأخطار تكبت في الجنوب. أنا لا أستطيع، أنا لا أقصد بعمل الهجوم أن أحطم رأسي على الجدار. يعني عندما نقول أن العدو محصن بشكل جيد وأهاجمه بأسلحة خفيفة، وأنا أعلم أن ليس لدي تلك الكثافة النيرانية من المدافع المزعية حتى أحقق نسبة من الدعم المدفعي، ولا يوجد عندي دعم صاروخي ولا يوجد دعم جوي. إذا أنا يجب أنا أعمل على مبدأ المثل على قد الحافك مدرج ليك. إذا أنا في لدي بعض القيود كان ممكن أن أهاجم نقاط خفيفة وضعيفة وأترك المناطق الكبيرة إما للتخريب أو للفوضى أو للانشقاق أو للهروب أو للتسليم. لدي مجموعة من عندئذ العناصر القوية التي أستمدها من تحرير النقاط الضعيفة، ومبدأ عنتر في الحرب واضح، أضرب الضعيف ضربة قوية انكسر لها ظهر القوي. هذا الكلام يجب أن نعمل به. كذلك الأمر أيضا في حماة، أنا لا أريد أن أقتل أهل حماة، وبالمناسبة يعني أي جيش في العالم إذا أردت أن يعني تشل هذا الجيش أدخله على مدينة، لا أستطيع أن أدخل بجيش على مدينة. فكيف بي أنا لدي عصابات أو لدي مجموعة من المقاتلين، مجموعات بسيطة لا تحمل إلا أسلحة خفيفة. نعم المدينة لا تحتاج إلى أسلحة ضخمة، ولكن بالمقابل أيضا تحتاج إلى مجموعات كبيرة. ولذلك إذا أردت أن تشتت جيش أدخله إلى مدينة، معروفة هذه القاعدة، المدينة الوحيدة في العالم التي لم ربما يتعرض فيها الجيش للتشتيت أثناء دخولها هي مدينة برلين بألمانيا، حيث دخل أكثر من جيش ومن أكثر من جهة، وكانت هناك يعني المدينة يعني مدمرة بالكامل. إذا أنت إذا أردت أن تحرر حماة يجب عليك أن تدمر حماة بالكامل ثم تدخل. أنا لست ضد تحرير حماة، على العكس تماما، تحرير حماة يعطينا حالة معنوية يعني كبيرة جدا، ولكن بالمقابل انظر إلى النقاط التي تم تحريرها، تم استهلاك كمية كبيرة من المقاتلين واستهلاك كميات كبيرة من الذخيرة. هل أضمن أن العالم ما زال يقف معي؟ خلال 5 سنوات تغيرت أراء العالم عشرات الآلاف من المرات. بالأمس القريب كان لدي أصدقاء 132 دولة، الآن ليس لدي أصدقاء إلا الدول العربية الشقيقة فقط، وخاصة يعني من الأردن باتجاه السعودية باتجاه الإمارات وقطر وتركيا بشمالا. عندما تحدث الوقت ليس في صالحي، والنظام يعول كثيرا على الاستفادة من الوقت وإطالة هذا الوقت.
أيضا هناك لدي مشكلة كبيرة جدا أن إطالة الوقت، أيضا هناك مصالح لأوروبا ومصالح أمريكا لا تسمح لها بإطالة الوقت، هي تريد إنهاء الوقت وبالتالي تريد فرض حل سياسي كما تريد. أيضا هم لا يعني لا يكترثون بنجاحات الثوار، وقد يعني قضناها تجربة، الثوار يحررون إدلب، هل استفدنا كورقة ضغط في الحل السياسي؟ لا يريد العالم أن يستفيد لأنه لا يريد للثورة أن تنجح، وبالتالي إذا أنا هذا يعني أنا لا يهمني المساحات بقدر ما يهمني مناطق ذات أهمية تضغط على النظام وتوجع النظام وبالتالي توجع الداعمين لهذا النظام. تخيل أن بالأمس عملية اللاذقية كانت لها صدى كبير، الآن عندما أدمر طائرتين روسيتين في مطار الحميمين سيكون لها صدى أكبر بكثير من تحرير القرية. أنا أعلم تماما أننا بشوق إلى أن نحرر كل قرانا وكل مدننا بشوق جارف، نتمنى يعني كل واحد من تنتابنا دموع الفرحة عندما نشعر أن مورك تحررت، مورك التي استطاع يعني حاول النظام من خلال قارعة فنجان أن يسيطر على مورك بعد أن عجز تماما. النظام لا يستطيع أن ينفذ أي هجوم، لا يستطيع أن يسيطر على مناطق، ولذلك أنا النظام يستخدم قرانا ومدننا السنية، أقولها السنية، يستخدمه كنطاق حيطة وكمناطق امتصاص للضربات وكمناطق امتصاص للتدمير، يقول يجب أن يتم التدمير هنا قبل أن يصل لعندي، ولذلك أنا يجب أن أسارع إلى تدمير مركزه وسارع إلى الهجوم على مركزه حيث سوف يشعر. انظر إلى عملية كانت باتجاه منطقة جورين، يعني يمكن على ما أعتقد 3 قرى علوية هرب سكانها ولجوا إلى اللاذقية، ما كان من النظام أن منع عمل حواجز لمنع دخولهم إلى اللاذقية، لا يريد أن يهربوا، هذا يعني هروب أي قرية، هذا يعني هروب القرية التي بعدها والتي بعدها وصول إلى منطقة المركز. إذا هناك مجموعة من التأثيرات التي تخدمني في الحل السياسي وتخدمني في نقص الذخائر والأسلحة التي تتوفر لدي وتخدمني في الوقت الذي الضائع الذي حاليا هو ليس في صالحي وليس ما زال في صالح النظام. إذا هناك يعني مجموعة من الضغوط أو مجموعة من التأثيرات تفرض علي هذا الفرض. الآن ما حصل في حوران أن يعني بالجهة الجنوبية هم جالسون منذ 6 أو 7 شهور، حتى تحرير لواء 52 لم يكن بتلك الحيلة العسكرية، كانت ربما كانت صيغة المغامرة النواسية كما يقال، يعني أدفع الثقل للأعلى، ربما أستطيع أن يصل إلى القمة أو ربما لم يستطيع في الدفعة الأولى، في الدفعة الثانية ربما يصل، يعني كالذي يلعب بقضية يعني اختبار القدرات العضلية للشخص. إذا هنا يجب أن نفكر نحن باختبار الهدف ذات الأهمية الخاصة، عندما نقول هدف ذات أهمية خاصة أكبر من المستوى الاستراتيجي. إذا هنا ما يجب أن نبحث عنه الثوار، خاصة في ظل يعني مع الأسف تقليل الاعتاد، تقليل الأسلحة، تقليل الوقت، حتى الوقت ليس بصالحنا. يعني انظر الآن هم يحاولون الهجوم على حلب، لماذا؟ هم يحاولون استفادة من مجموعة من الظروف، داعش التي ستنسحب أمامه، حلب التي ما كانت إلى حد ما منذ أمد قريب مشتتة الفصائل، حلب التي كانت منذ فترة تعاني من جبهة كردية، من جبهة داعش، من جبهة المحاصرين في نبل والزهراء. إذا هم يستفيدون، يعولون على السلبيات التي يدرس في الطرف الآخر، ونحن أيضا يجب أن نستفيد من سلبياتهم ونناقش أو نضع بناء على هذه السلبيات، وبالتالي نقتنص الفرصة المناسبة في المكان المناسب، وهذا أعتقد مبدأ من مدى الاستخدام القتالي للقوات المسلحة. سيادة العميد، فقط أود أن أسألك سؤال، لماذا المنطقة يعني يشكو قادة المنطقة الجنوبية من أن صاروخ التول جيل الرابع محرم عليهم؟ يعني عندما تقول الجيل الرابع يعني ليلا لا يستطيعون رماية دبابات هذا النظام البائد. يا سيدي، أولا هو ليس فقط في قضية التاو، حتى هناك قذائف ترادفية لم يستطيع فيها تدمير الدبابات، وإلى كان من المفترض أن تكون أفضل، يعني حتى بعض الذخائر لم تصل يعني إلى المستوى. ولكن أنا أبشرك وأبشر السادة المستمعين، وحقيقة هذا الشيء يعني أطرب له كعسكري، تفضل، ليست القضية أولا بالعتاد، حقيقة ما يميز ثوار السوريون أن مستطاعوا استخدام السلاح بأفضل قدراته، بأفضل يعني طرق وأساليب الاستخدام القتالي. صحيح. يعني على سبيل المثال التاو الذي يستخدمه حاليا في تدمير الدبابات وأنجزوا إنجاز هائل، وهناك مجازر في دبابات النظام العدو النتن العلوي، حقيقة يعني لنا الشرف كسوريين أن نفتخر بثوارنا بأن هذا التاو صناعة 1970، لم يكن في لحظة حتى من أورد من يعني وردو. من باع التاو من دول غربية من أمريكا، من باع التاو لم يكن يعتقد أن الثوار السوريين يستطيعون أن يدمروا هذا العدد الكائل الهائل والكم الهائل من دبابات T-72 المتطورة والمحصنة بشكل جيد، وأنت يعني رأيت الطلم المحطوطة على أطراف الدبابة.
ورغم ذلك استطاع السوار استخدام الرشاشات بأفضل طريقة، القنابل المدفعية، البنادق الآلية، البنادق نصف الآلية، يعني السوار السوريين ضربوا للعالم دروسا في أولا في التكتيك، وهم يعني أنا أفتخر أن أقول أن قادة الألوية، كما يقول البعض أن قادة الألوية ربما عمال إسمنت وربما يعني جاهلة أو كذا، لكن أفتخر بهؤلاء الذين كسروا شوكة الكلب الإيراني خامنئي، وكسروا شوكة النتن بشار الخنزير، وكسروا شوكة بوتين الكلب، إذا كسروا شوكة كل الجيوش. هؤلاء الذين لا يملكون خبرة عسكرية، فكيف لو كان هناك قادة عسكريون يقودون هذه الألوية المقاتلة؟ وأيضا استخدموا السلاح، وأنا أؤكد لك أن نصف المقاتلين لم يكن في يوم أيام قد استخدموا مسدسا، مسدس انظر إلى هذا الحد، يعني هذا شيء نفتخر فيه. لذلك نحن إذا شاء وأعطونا سلاح جديد، انظر ماذا يمكن أن يكون في طرف المعادلة من حيث الثوار. ولذلك هم يعني حرصا كما يقول الأمريكان، هم زالوا يضغطون الحل السياسي، ولذلك يؤخرون الإنجازات للأمان من أجل أن يحصلوا على الحل السياسي. لا بارك الله بالغرب كله. نعم، ابقى معي سيادة العميد، انتقل إلى العميد الركن أحمد الرحال. سيادة العميد، هل باعتقادك يبحث الروس عن مخرج وعن تفاوض مع الجيش الحر أو مع الثوار بعد الهزائم الأخيرة في حماة؟ يعني أولا الروس يعلمون حق المعرفين أنهم لا شرعية لهم في سوريا، هم يعلمون أن بشار الأسد لا يملك الشرعية التي تؤهلهم للدخول إلى سوريا. أيضا الوعود التي وعدت بها القيادة الروسية إن كان قاسم سليماني أو نظام الأسد أو حزب الله من القدرة على أحداث خروقات نوعية في الجبهات السورية إذا ما أمنت لهم التغطية الجوية لم تتحقق. وبالتالي أيضا بوتين ليس لديه من تسامح من الوقت، يعني عندما قال أنا عمليتي الجوية في سوريا من 3 إلى 4 أشهر، هو يربطها بموعد تجديد العقوبات الأوروبية على روسيا من أجل أوكرانيا. وبالتالي هذا الضغط هو يولد نوع من عدم القدرة على الاستمرارية، لكن هذا لا يعني أن بوتين سينسحب من سوريا بعد 4 أشهر. بوتين ما يعد له، وبالأمس كنت على يعني عملية كتابة مقال حول ما يقوم به الآن، لدينا الآن 3 أساطيل روسية قامت بسحب كل سفن الإنزال وسفن النقل، وهي في عملية جسر مائي بحري إلى الشواطئ السورية. أيضا هناك طائرات جديدة ستضخ إلى القواعد الجوية في سوريا لروسيا. روسيا لن تسحب من سوريا حتى لو تمت عملية إيجاد حل سياسي في سوريا، هي باقية في سوريا، وهذا الأمر يدركه المجتمع الدولي. لكن اسألني هل يستطيع تحمل هذه النفقات؟ أقول لك لا. حتى الآن ميزان التجاري منذ عام حتى الآن خاسر روسيا 170 مليار دولار، كلفة اليوم الواحد ما بين 2.6 و 5 مليون دولار، إضافة إلى أعباء. سيادة العميد، إيران تقول، يدعون بأن إيران هي التي تدفع 4 مليون يومي، يقولون يعني أعتقد أن على الإيراني إشباع شعبهم قبل أن يقوموا بالدفع إلى الروس. النقطة الأهم أن روسيا الوضع الداخلي، الرأي العام الداخلي لا يتحمل هذا الضغوط. مقتل جندي الذي قتل في جبلة شكل ضائقة كبيرة، رغم أن بوتين استخدم قواته إن كان الوحدة 810 إن كان الوحدة 363 من أوكرانيا ولم يستخدمها بروسيا. الطيارين معظمهم من جزيرة القرم وليسوا من الروس في القرم، وليس من الروس في داخل روسيا. هو يدرك هذا الأمر ويخشى أن يقع أمام الرأي العام الداخلي. كتب أحد الصحفيين منذ يومين يقول من أن بوتين يدافع عن بشار الأسد ليس حبا في نظام الأسد وليس حبا في بشار الأسد، إنما هو يعلم أو لديه قناعة من أن ما يحصل في سوريا هو مخطط أوبامي، وما يحصل في الشرق الأوسط هو مخطط أمريكي، ولن يقبل لبشار الأسد أن يدفع ما دفعه القذافي من مصير، لأنه يدرك إذا ما دفع بشار الأسد هذا الثمن فالثالث سيكون بوتين على قائمة من يعزل عن السلطة. إذن روسيا في وضع لا تحسد عليه، لكن في الأنظمة الدكتاتورية، في الأنظمة الشمولية دائما القرار
لا يراعي مصلحة الشعب، إنما يراعي الدكتاتور ذاته فقط. كل الشكر والتقدير لعطوفة العميد الركن الطيار أسعد عوض الزعبي، والعميد الركن أحمد الرحال، والعميد الركن الطيار عبد الستار العساف، والعقيد الركن أحمد الحمادي. كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل المهندس سلام المساعد والزميل مهند الكسوس. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعوني بكم، هذه أغلى أمنياتي. عاشت الثورة، سوريا مع الثورة.